السلام عليكم. باش نتكلم اليوم انا واحد فاسون هي بلاد ولات بضايح ولات مهازل ولات معناتها الناس كل معناتها تحكي على تونس كيفاش معناتها ولات معناتها هبطت المستوى بين فاسون انكرويابل معناتها في دون تو لي سونس. لكن باش نتوجه معناتها وسائل الاعلام اللي معناتها الدور معناتها الهام تاع الإعلام اللي معروف الإعلام اللي هو قاعد معناتها يطلع ويهبط ويركح بون. لكن وقت كي راه أنا بليك واحد كيما هذاك عادل العلمي جايبينو سي بلاتو أون برانسيب إنسان كيما هذاك بلاصتو إنسان جاهل إنسان حيوان إنسان شلاكة فهمتني ولا مالوغوزمون في كذا البلاد ولات الشلاك هي اللي هي معناتها تعطي لها القيمة والقدر ويجيبوا ويحطون وهذايا الشيء اللي تسبب حتى معناتها أثر حتى على الشارع معناتها كي تفرج في ناس كيما هذوكم التونسي يمرض التونسي مش يمرض بركة معناتها يرى معناتها في إنسان بك المستوى متاع النذالة هذاك هذيك فهمتني وحاطينه سور بلاتو دو تيلي في نسمة ويتكلم معناتها في هو انسان معقد مشكله نص ولو تاني فهمني سامحوني في الكلمه واحد معناتها فهمني حتى خلقنا مي وليت تقال سور بلاتو باش يجيبوا انسان معقد من نساء مريض من نساء هذوما ناس دي بسيكوبات معناتها فهمني معناتها مشكلهم المراه العقده نتاعهم المراه على خاطر واحد تبدا خليقته درا كيفاش ولا يدخل في كذا مريض تشوف درا شنيا كل واحد شنيا معناتها مشكلته مع المراه يجي ويتحط في بلاتو الناس تبدا تتفرج ويبدا تعطيوه الكلمه ويبدا يعيط ويبدا يتجردم فهمتني راهو مش معقول او مره جايبينه كتغيج ولا شكون مره جايبين فهمتني ريكوبا مره راهو حرام راهو حرام معناتها قاعدين مهازل قاعدة تمس في تونس راهو معناتها لي ميديا يتفرجوا فيها في العالم الكل فهمتني وهذيا نسمع فهمتني معناتها اللي معناتها في المغرب وفي فرنسا يتفرجوا فيها برشا ناس معناتها خاصة فك ليميسيون هذيك معناتها كان ليميسيون هذيك فهمتني عيب باش تجيبو وتوريو معناتها لنا مستوى وصل لتونس لانا مستوى من حتى هبطنا في اخلاقيا فهمت كذا واحد فهمتني دو فاسون والله واحد يمرض كي يتفرج في حاجه كيما هذيك وفي ناس كيما هذوكم فهمتني اللي معناتها وكون معناتها الناس اللي يلزمهم يتعداو قابلني واحد في باريس فهمت كذا اعلامي معروف وقاعد يتعدى في البلاتو الكل وقال لي سي فتحي فهمتني استدعاني بالذمه باش نجم مقاومه قالنا فهمتني قال لي مالوروزمون فهمت كذا عندك برشا حقائق اون برانسيب لي ميديا فهمتني ولا فهمتني باش الشعب يعرف برشا حاجات خاطر تعرفهم فهمتني ولا لكن مالوروزمون قال لي راهو جو مسيو غونسيني فتحي عمدوني اللي تنتغدي فهمتني ولا باش يتعدى على الميديا مش مشكل ما قلقنيش ما ايش مشكلة فهمتني ما عرفتنيش بهذا لكن وقت نتوجه للميديا بجاه ربي حافظوا على سمعة تونس اون بليس دو سا شعب مريض ما تزيدوش تمرضوه بناس من نوع هذاك ومن المستوى هذاك فهمتني الشعب مش مشكله معناتها فهمتني باش يجي هذايا عادل شلاكة فهمتني حاشاكم باش يحكي معناتها المرا ودرشنية ورويق ويلزم مرا ثانية ومرا ثالثة ورابعة فهمتني ويخزل المرا كان نصها لو تاني المرا راهو رمز نتاع المجتمع المرا قيمة ثابتة المرا هي معناتها فهمت كذا ولا بروف معناتها فهمت كذا فيها الجريمه اللي صارت يوم 14 جانفي اللي تسميوها ثوره انا نعتبرها جريمه فهمت ولا دارت هي معناتها المراه فحله والمراه هي اللي مقلقه الانذال هذوما والعباش هذوما على خاطر بورقيبه معناتها فهمتني هو اللي اعطاه قيمه للمراه فهمتني ولا على خاطر يعرف معناتها المراه هي الام هي الاخت هي الزوجه هي كل شيء فهمتني ولا اللي يلزمنا نحافظوها على قدرها ولا بروف معناتها اوروزمون نساء تونس هما اللي كانوا في حالات وهما اللي وقفوا فهمتني مش رجالها خاطر رجالها قاعدين تلعب في شكبه وراها مين
لكن في المواقف الحساسة وقفت المرأة ونساء تونس هما اللي يوقفوا قدام الأنذال هذوما والمجرمين هذوما، معناتها اللي يحبوا يغيروا معناتها من نمط الاجتماعي التونسي. بلادنا فهمتني ناس فيها جواعة، ناس فيها بطالة، شباب فيها مسكين فهمتني قاعد يحرق معناتها فهمتني محتم فهمتني. فوالا هذه الحاجات اللي تركزوا عليها، نشوفوا تونس فين ماشية فهمتني. مش باش نجيب أنا عادل علمي ولا درا شكون فهمتني، ولا باش معناتها نشوفوا معناتها حاجات من نوع هذاك، ولا باش يوصل عبد الرؤوف العيادي باش معناتها يذمكم ويقول كذا درا شنيا اللي قاعد معناتها يخدم في أجندة، اللي يحكي على الناس تخدم في أجندة معناتها خارجية، هو بيدو قاعد معناتها يخدم في أجندة خارجية فهمتني، مصالح معناتها خارجية فهمتني، وقاعد يقضي عليها في الباب ويقضي عليها في الفلوس، الناس الكل قاعدة. ألور يا إعلاميين سيبيارة وفهمت كذا باش معناتها الحرية نتاع التعبير سيبيارة، مي على الأقل جيبوا ناس اللي على الأقل وقت التونسي يتفرج يحس اللي معناتها الناس مهتمة معناتها بالشيء اللي قاعد يعيش فيه، مش معناتها باش نحكيو مع عادل شلاكة حاشاكم من دولة خبار نتاع أبو سلسلة جماعة المرسل الكل تعرفوا فهمتني، وتحطوه وتعطيوه خضر كيما هذاك. ربي يحفظ بلادنا وربي ينصرنا وربي ينصر تونس ويخرجها من الشيء اللي هي فيه. تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.